هذه عن الاوبريتات اللي اعتز بيها. حلو. يقول احنا اهل الحق نحكي معلق اي طق بطق وبكل زود معلق الرأي نحكي بحرق واهل الملقل سير وتفقى فوق الحد دقين الثاية بالقانون نعلي الدولة والمايل المايل كله احنا نعدله يا عراق وراسك ما دنك يا عراق بشر وانت لتأمر خيال وحر للموت رجالك وفايا زود وهيبة واهل الطيبة الطار نجيبه بالدروب الصعبة والشاي منهاب وخيالة غيرة ونضح رقاب الهديرة وراياتنا بعز تتعلق يبقى وطني بحب يجمعنا واحد كنا ويخسر مرادي لاويني اي مثل اول ما نتبدل ونرجع اجمل يا وطن يشهد ماضينا عالطيبه عالطيبه يبون اهلنا عراقيين شي يفرقنا واحد نبقى وما نتفرق علم ودوله فرات ودجله الوطن ويحلى ايد بايد ونفس الهمه الوطن تصافى بكل اطيافه حلوه وصافه ونزرع فوق شفاف البسمه هالشعب يشرف تاريخه بديوان الزود ان الشيخه هالشعب يشرف تاريخه بديوان الزود ان الشيخه يا هل بينا يفكر يندق نوف وزايد يوم واعد من نعاند يا ما تعرفنا ندق بينا بصوته وصحنا وشيوخ احنا حتى المحنه تتوسل نتلاقينا متصافين نفس النية شمال جنوب وغربية يا عراق وغيرك ما نعشك الله. احنا نحكم معلمك اي طيب اكيد من الاعمال المهمة طبعا وكل العراقيين اذا ما نقول اغلبهم فكل العراقيين سمعوها واستمتعوا بيها واكيد هي تبعث روح المحبة والسلام